بالمطار هو ريبو مزيان. راني على ضغط كبير في الخدمه باسكو كشفت بلي كاين فساد في الاداره. نتعرض لتهديد من عند شيف ديبارتمون وشيف سيرفيس اللي تقول لي ان بابا تتناك سميت. كشفت بلي كاين بصفتي اطار مكلفه بالتحقيقات كاين دي زونكيتور مكلفه بالتحقيقات كاين دي زونكيتور كي فون دي زونكات هما لازم يديروهم في التيغا هما ما يديروهمش في التيغا يديروهم في البيرو وبعد من الشاب سيرفيس وبعد من الشاب ديبارتمون. انا عندي عام اللي خدمت عندي عام وانا خدامه كي كتبت رحت قلت لها مادام راهم يديروا لي زونكات في البيرو قالت لي ما تدخلش روحك واذا كي حابه تحافظي على الخبزه تاعك مكلف تحضري. بعد لهم شحال من خطره بعد لهم شحال من خطره باسكو ما حبيتش نخدم كيفهم ما حبيتش ندير صوالح ماشي ملاح. الشيف سيرفيس نحات لي كاع صلاحيات الخدمه هي وشيف ديبارتمون داروا فيا ان انفيرتيسمون ايليغال باسكو هدرت على الحق زادت هدتني بلي كل نزيد نهضر حطيرني لانه باباها تيتاناكس مينيستر. والشيف ديبارتمون قال لي زونكيتور قال لهم هذه حبت تمعلم قال لهم طيحوا لها وكي تهضر ما تسيب حتى شاهد واحد ما يسمع لها ولازم نحوزوها في اقرب وقت. خالتي انا كتبت للبي دي جي بزاف خطرات ما ردش عليا كتبت لمفتشيه العمل ما ردتش عليا كتبت لهم كاع رحت للدرك باسكو تعرضت للتهديد رحت لابوليس رحت لوكيل النيابه قال لي ما تدخليش روحك اخدمي مادام كنت جديده وصغيره. رحت تعرضت لتجاوزات بزاف في البيرو دوكا خلاص راني نروح البيرو نقعد ونجي باسكو سحبوا مني كاع صلاحيات. واش شاف ديبارتمون هذا دوك هيجي ويزقر ليا دوفون تو الموند باسكو هدرت على حقي انا مانيش غلطه. نزيدكم واحد الحاجه انا ما دخلت انا كي دخلت المطار ما دخلت لا معرفه لا والو انا مهندس دوله انا جو ان جونيور دي طون لونفيرونمون يعني تعبت على هذه باش دخلت عليها كيتو ناس كيما هادو حابين ينحوا لي الخدمه ويخرجوني بقضيه. المهم انا اللي كتبت الوزير العدل كتبت الوزير العمل بصح ما لقيتش مازال ما نلقاها رد ولا البي دي جي كذلك. دوك نتمنى رسالتي توصل لوزير العدل. وزير العدل راهي كاين الناس ما تحبش الفساد في الاداره ماشي معناها الناس كاع اللي تخدموا في المطار فاسدين نو. نتمنى وهذا هو هادو لي زونكيتور هدوني بطريقه غير مباشره بدي زيميل لاني قلت لها فتحي تحقيق في زونكات كيفاش راهم يداروا. نتمنى رسالتي توصل باسكو الزباولة اللي كيفي يحضروهم ويديروا فيهم شحال من تهمة باش يخرجوهم. ودوكا راني نزيد نطلع البي دي جي باسكو تعرض لتهديد كبير وجاتو كتبوا بيا. دوكا ان شاء الله بربي الشعب الجزائري كاع يعاونني.